مرحبا بكم في هذه المحاضرة التي تتناول مجموعة من المواد الكيميائية الموجودة في الكائنات الحية وهي الشحميات. وموضوع هذه المحاضرة يهم طلاب الكليات الصحية كلها: طب بشري، أسنان، صيدلي، تمريض، معاهد تقني، كلهم يحتاجون لمعرفة المعلومات الأساسية حول هذه المجموعة من المركبات التي لا يجمعها سوى أنها مركبات غير ذوابة في الماء. أما إذا نظرنا إلى بناها وخصائصها الكيميائية فهي متغايرة، أي أنها ليست من منشأ واحد وليست شبيهة فيما بينها كما ستجد بعد قليل، إنما الشبه الرئيس الوحيد هو عدم ذوبانيتها في الماء وكونها ذوابة في المذيبات غير القطبية أو مذيبات الدهون كالكحول والبنزين والأسيتون، وإن كانت تتشابه قليلا ببعض خصائصها الفيزيائية كما سنرى. وبناء عليه فإن وجودها في أي مزيج يسمح لنا بأن نستخلصها ونفصلها عن هذا المزيج بأن نضيف أحد المذيبات غير القطبية non-polar solvents، وبالتالي سينفصل هذا المزيج إلى طورين. الطور الأول هو الطور المائي وسيحوي مواد ذوابة في الماء ليست شحميات منها، والطور الآخر الطور الشحمي الذي يحوي هذه المركبات. وطالما أن محور فهم الشحميات هو الذوبانية في الماء، تعالوا نعرف لماذا تبقى هذه الشحميات موجودة داخل المادة الحية داخل الكائنات الحية على شكل تجمعات، وهذا ما يسمى التحاوز. لذلك ستجد في جسمك أن شحميات موجودة في أماكن محددة، إما معزولة تماما عن الماء كما هي الحالة في قطيرات الدهون الموجودة في النسيج الشحمي، مخازن الدهون في النسيج الشحمي، أو أنها موجودة في بنن تستطيع التآثر مع الماء دون الذوبان فيه كالأغشية البيولوجية المحيطة بالخلايا وبالعضيات الخلوية وكذلك البروتينات الشحمية. والسبب خلف كل هذا هو أن هذه المركبات غير ذوابة في الماء، وبالتالي هي ستبتعد عنه أو ستأخذ شكلا هو الأقل صرفا للطاقة، لأن المادة التي تذوب في الماء ستجد أن الماء يحيط بها من كل الجهات، وهذا سيقود إلى عملية مكلفة للطاقة إذا بقيت هذه الدهون منتشرة في الماء، لأننا سنحتاج إلى تشكيل طبقات من الماء كثيرة تحيط بقطيرات الدهون. الأسهل من الناحية الترموديناميكية الدينامية الحرارية ومن حيث الطاقة هو أن تتجمع هذه الدهون بقطرة واحدة ونحيط بها بطبقة واحدة من الماء. الماء هو المذيب العام للمركبات وهو أساس الحياة، وهو كذلك بسبب بنيته. البنية التي تتكون كما تعرفون من الأكسجين والهيدروجين. الأكسجين معروف بطبيعته الكهروسلبية العالية جدا، بينما الهيدروجين معروف بكهروسلبيته المنخفضة،
وبالتالي عندما تتشكل الرابطة فيما بينهما فإن الإلكترون سينجذب أكثر باتجاه الأكسجين، أي أنه سيتوضع هنا وليس في المنتصف كباقي الروابط التساهمية كتلك الموجودة بين الكربون والكربون، بين الكلور والكلور، بين الصوديوم والكلور وإلى آخره. إذن ليست موجودة في المنتصف، موجودة أقرب إلى الأكسجين، مما يعطي الأكسجين شحنة سلبية جزئية ليست كاملة نسميها دلتا نيجاتيف، ويعطي الهيدروجين شحنة موجبة جزئية نسميها دلتا بوزيتيف. هذه الشحنة الصغيرة تسمح بتآثر الماء وتشكيله روابط مؤقتة ضعيفة مع المركبات الأخرى القطبية المشحونة، ومنها كما تشاهد أمامك كلور الصوديوم، ملح الطعام المعروف. عندما نضع ملح الطعام كلور الصوديوم في الماء فإنه يتشرد، يتأين ionized إلى شاردة الصوديوم الموجبة وشاردة الكلور السالبة، وسنجد أن الصوديوم سيرتبط مع الأكسجين والكلور سيرتبط مع الهيدروجين. هذا هو مفهوم الذوبانية. وطالما أننا نضيف كلور الصوديوم سيحدث نفس التأين ونفس الارتباط إلى أن نصل إلى النقطة تكون فيها ذرات الهيدروجين والأكسجين في الماء قد ارتبطت جميعها بالكلور أو الصوديوم. في هذه النقطة مهما أضفنا من كلور الصوديوم لن يرتبط مع الماء لأنه لا مكان له وسيترسب في الأسفل، وهذه هي ما تسمى نقطة التشبع. إذن التشبع عمليا هي اللحظة أو النقطة التي تكون فيها ذرات الهيدروجين والأكسجين في الماء جميعها قد ارتبطت. هذا الارتباط ليس دائما على الإطلاق، وإنما هو متحرك ديناميكي متغير. فهذا الكلور المرتبط هنا بعد قليل قد نجده مع هيدروجين آخر والصوديوم مع أكسجين آخر وهكذا، لأن أصلا جزيئات الماء لا تعيش حالة سكون وإنما هي دائما في حالة تآثر وتشكيل روابط هيدروجينية فيما بينها، كما تفهم عندما تدرس بنية الماء والروابط الهيدروجينية. ماذا لو أدخلنا مركب حمض الخل أسيتيك أسيد إلى الماء؟ أيضا سيتأين إلى شوارد البروتونات الموجبة والأسيتات أو الخلات السالبة، وسترتبط بنفس الطريقة مع الماء. ولذلك فهذا الحمض، حمض الخل، رغم أننا بعد قليل سنعرف أنه من الشحميات، يرتبط بالماء ويذوب في الماء. لكن برأيك من سيكون ارتباطه أقوى مع هذه الشحنة الضعيفة وبالتالي الرابطة الضعيفة، حمض الخل أسيتات أم الكلور؟ من سيكون ارتباطه أكثر متانة وأقوى وبالتالي هو سيكون أكثر ذوبانية؟ تعالوا نرى حمضا أكبر قليلا من حمض الخل وهو حمض البروبيونيك، 3 ذرات كربون، أيضا سيتأين إلى موجب وسالب بروبيونيت وإلى الهيدروجين الموجب البروتون. سيرتبط البروتون مع الأكسجين وسترتبط البروبيونات مع الهيدروجين. مرة أخرى، هل ارتباط البروبيونات السلسلة هذه 3 ذرات كربون مع الشحن الصغير الموجب للهيدروجين هي بنفس القوة التي يرتبط فيها الأسيتات وبنفس القوة التي يرتبط فيها الكلور؟ بالتأكيد لا، هناك تدرج في الضعف والقوة. ستكون قوة هذا الارتباط
معدومة عند مركب مثل حمض البالميتات وهو أكثر الحموض الدهنية شيوعاً، سنجد أنه فعلاً يتشرد، إنما تشرده ضعيف، وعندما يحاول الارتباط فإن هذه الشحنة الصغيرة لا تستطيع أن تحمل هذه السلسلة الكبيرة بوزنها، ولذلك فإن هذا الأمر لا يحدث مع البالميتك، ولذلك فحمض البالميتك غير ذواب في الماء. إذن ذوبانية الحموض الدهنية، لنعد الآن إلى الشحميات، هل هي صفر بالمطلق؟ بالتأكيد لا، وإنما هي تعتمد بشكل رئيسي على وزنها الجزيئي، أي على طول سلسلتها، أي على عدد ذرات الكربون فيها، هذا من جهة. وسنجد أيضا لاحقا أن الذوبانية أيضا مرتبطة بعدد الروابط المضاعفة أو غير المشبعة أو المزدوجة دبل بوند الموجودة داخل الحمض الدهني. ما هي الأهمية البيولوجية للشحميات في حياتنا؟ بالتأكيد كلكم تعرفون أننا نخزن الطاقة في أجسامنا على عدة أشكال، منها الجليكوجين السكر، ومنها البروتين، وحقيقة أهمها هو الدهون تراي أسايل جليسيرول، فهي مصدر طاقة مخزون في أجسامنا في النسيج الشحمي تحت الجلد وبين الأحشاء. 1 جرام من الدهون من الحمض الدهني يعطيني الطاقة تعادل حوالي 9.3 كيلو كالوري، وحقيقة أن هذا الرقم هو ضعف ما يعطيه غرام من البروتين يعني الحموض الأمينية، ومن السكاكر يعني الجلوكوز أو الجلايكوجين. لماذا؟ حتى تجيب عن هذا السؤال يجب عليك أن تنظر مليا في صيغ هذه المركبات وتشاهد الفرق الرئيسي بينها، وتتذكر ما هو تعريف الأكسدة، لأن الأكسدة هي الطريقة التي نستخلص بها الطاقة من هذه المركبات. وسأقول لك بأن الأكسدة هي إما نزع الهيدروجين أو إضافة الأكسجين أو نزع الإلكترون. حاول أن تنظر إلى صيغ هذه المركبات، اختر 3 مركبات بنفس طول ذرات الكربون وحاول أن تجيب على هذا السؤال. طالما لدينا قدرة أن نخزن طاقة على شكل سكريات وبروتينات، لماذا نخزنها على شكل دهون، خاصة وأننا نعرف أن الدهون مرتبطة بالبدانة، والبدانة مرتبطة بأمراض القلبية والوعائية وإلى آخره من الكثير من الأمراض المزمنة المنتشرة في مجتمعاتنا. حقيقة أن هذا التخزين له ميزات، واحدة منها أنه يعطيني ضعف الطاقة، وبالتالي أحتاج إلى كمية أقل لتخزين نفس الكمية. الأمر الآخر يعود إلى أساس تعريف الشحميات، وهي أنها مواد غير ذوابة في الماء، وبالتالي إذا أردت أن أخزن نفس الكمية من الطاقة على شكل سكر وبروتين وشحميات، سأجد أن السكر سيحتاج إلى كمية كبيرة من الماء لتكون حوله لأنه ذواب وسيسحب الماء نحوه، وكذلك البروتين. أما الدهون فهي ستبتعد عن الماء ولن تحتاجه، وبالتالي فأنا أستطيع أن أخزن كما كبيرا من الطاقة في حجم أقل بكثير مما لو كنت أخزن هذه الطاقة على شكل بروتينات أو سكريات. الأمر الثاني المهم في وظائف الشحميات هو الأمر التغذوي. دعونا نطلق تعريفا الآن، وهو المادة الضرورية تغذويا. المادة الضرورية تغذويا هي تلك المادة الكيميائية التي لا نستطيع أن نخلقها في جسمنا،
وبالتالي يجب أن نحصل عليها من الغذاء. هذه هي المادة الضرورية تغذويا، أو أننا نخلقها بكميات غير كافية لاستمرارنا بالحالة الصحية المناسبة والملائمة. هذا هو التعريف. هل الشحميات تمدنا بعناصر ضرورية تغذويا؟ إذا كنت قد درست الحموض الأمينة فستجد أن 10 منها هو من الحموض الأمينة الضرورية تغذويا. في السكريات حقيقة لا يوجد بهذا التعريف بالتحديد مادة سكرية ضرورية تغذوية، لأننا أستطيع أن أحصل على الجلوكوز بوسائل أخرى داخل الجسم. الماء هو ضروري تغذويا رغم أنني أخلقه داخل الجسم، إنما أخلقه بكميات لا تكفي لاستمرار الصحة والحياة بالشكل المناسب. وفيما يتعلق بالشحميات فإنها حقيقة سنجد أن 6 منها ضروري تغذويا. هذه 6 هما حمضان دهنيان و4 فيتامينات، هي الفيتامينات الذوابة في الدهون. ولهذا فالشحميات مهمة من الناحية التغذوية. الأمر الآخر المهم في الشحميات أنها توفر لنا شكلا من العزل، العزل الحراري والميكانيكي والكهربي. لنبدأ من الكهربي. أنتم تعرفون أن السيالة العصبية تحتاج وكأنها كهرباء، فهي تحتاج للعزل عن المحيط. من يسمح بانتقال السيالة العصبية أو أحد العوامل التي تسمح بانتقال السيالة العصبية هو العزل الذي تطبقه الشحميات على النيورونات، وبالتالي تعزله عن محيطه مما يسمح باستمرار نقل السيالة العصبية. أيضا لأن الشحميات الدهون تحديدا تشكل كتلة وكثافتها منخفضة، تشكل فراغات فيما بين جزيئاتها، ولذلك فهي قادرة على امتصاص الصدمات، وبالتالي فهي توفر لنا عزلا ميكانيكيا يحمي الأحشاء في داخل أجسامنا من الأذيات الميكانيكية. ماذا يعني أنها تتلقى الصدمات؟ أن الضربة تأتيها أو القوة التي تأتيها تنتشر ولا تبقى في خط واحد، وبالتالي تتلاشى تلقائيا ولن تصيب العضو الذي يحميه هذا المدخر الشحمي. أخيرا الشحميات أيضا ليست ناقلة للحرارة، عازل حراري، وبالتالي هذا ما يفسر لنا أن النسيج الشحمي له دور في حمايتنا من البرودة. وأيضا ستجد عندما تدرس الاستقلاب أن ضمن النسيج الشحمي مادة ما تولد أيضا الحرارة، أو لنكون دقيقين ضمن أحد أنواع النسيج الشحمي وهو النسيج الشحمي البني توجد مادة تستطيع أن تولد لنا الحرارة. بهذه الطريقة الشحميات تؤمن لنا العزل بأشكاله الثلاثة. بالتأكيد بنيويا هي مهمة جدا، وخاصة في الأغشية البيولوجية. من أي طالب منكم درس الأغشية البيولوجية، أغشية الخلايا والعضيات، سيعرف أنها مكونة من طبقتين من الشحميات متقابلة الزمر أو متقالبة الزمر أمفيباثيك، وكذلك البروتينات الشحمية التي ستعرف لاحقا أنها تنقل كميات كبيرة من الدهون غير الذواب في الماء داخل الأوساط المائية. من الناحية الهضمية ستجد أن بعض هذه الشحميات هو من النوع المتقالب الزمر أمفيباثيك، سيكون مساهما في عملية الاستحلاب والهضم للمواد الشحمية الأخرى، وستأخذها لاحقا بالتفصيل، وهي موجودة على كل الأحوال في إحدى المحاضرات على قناتي على اليوتيوب.
الدور الآخر المهم في التغذية والصحة هو الذي تلعبه مجموعة من الحموض الدهنية التي تحتوي عدة روابط مضاعفة أو غير مشبعة، والتي تسمى بولي أنساتشوريتد فاتي أسيدز، حموض دهنية عديدة اللاتشبع. الأبحاث تقول أن هذه الحموض الدهنية أفضل تغذويا وصحيا، ومرتبطة بحالات صحية ونقصها مرتبط بحالات مرضية، وإن كان الدور الحقيقي غير معروف حتى الآن. وجود أحد هذه الحموض مع الكوليسترول، مرتبطا بالكوليسترول، يجعل الكوليسترول يختفي من الدوران أسرع ببكيس كثير مما لو كان مرتبطا مع حمض الدهنية مشبع. وبالتالي وجود هذه الحموض الدهنية غير المشبعة ربما يساعد على خفض كوليسترول الدم. عموما هذا النقطة تحتاج إلى دراسة أكثر. ستجد عندما تدرس الهرمونات أن الكثير من الهرمونات هي مشتقة من الشحميات ولها خصائصها، وإن درستها فستعرف هذا الكلام. وأيضا ستعرف لاحقا، وإن كان العامة يعرفون، أن الدهون وكما ذكرنا منذ قليل مرتبطة بالبدانة، مرتبطة بالسكري، مرتبطة بأمراض القلب والأوعية، إذن مرتبطة بالكثير من الحدثيات الإمراضية المزمنة التي يجب أن نهتم فيها ونعالجها. كعادتنا نلجأ للتبسيط إلى تصنيف الشحميات، وأكثر التصنيفات قبولا هو تصنيف بلور، عالم اسمه بلور، والذي يقسم الشحميات إلى ثلاثة مجموعات كبيرة. ببساطة خذ كلمة بسيطة، معقدة أو مركبة، ومشتقات. إذن لدي ثلاثة أصناف: شحميات بسيطة سيمبل، شحميات مركبة كومبلكس، وطلائع الشحميات ومشتقاتها. طالما نقول أنها معقدة ومركبة وأنها شحميات بسيطة فهي مكونة من عدة أجزاء، هذه الأجزاء تسميها طلائع الشحميات، وطالما أنها معقدة ومركبة فإذن تعطيني مركبات أخرى، هذه المركبات الأخرى تسمى مشتقات. إذن باختصار تصنيف الشحميات: شحميات بسيطة، شحميات معقدة أو مركبة، وطلائع الشحميات ومشتقاتها. تعالوا ندرس كل صنف لوحده. الشحميات البسيطة، ببساطة انظر إلى هذا التعريف ولا تنسى. الشحميات البسيطة هي استيرات، أي أن هناك رابطة استيرية، ولو أخفيت هذين المسميين يجب أن تعرف مباشرة أنه طالما استيرات فهي رابطة استيرية، إذن هي بين حمض وكحول، وبالتالي تعريف الشحميات البسيطة هي استيرات حموض دهنية مع أحد الكحولات. الآن هذا الكحول قد يختلف، فربما يكون الجليسيرول وهو أشهرها، والجليسيرول ثلاثي الوظيفة الكحولية، يرتبط مع ثلاثة حموض دهنية بثلاث روابط استيرية، فلذلك اسمه تراي أسايل جليسيرول، أسايل أسايل أسايل، تراي أسايل جليسيرول، ثلاثي أسيل الجليسيرول. هذا الشكل يسمى دهون أو دسم معتدلة أو نيوترال فات، ومن أسمائه الأخرى موجودة التريغليسيريدات والشحوم الثلاثية وإلى آخره. أما الشموع فانتبه أيضا، نحن نحافظ على نفس التعريف، استر حموض دهنية، لكن الفرق هنا الكحول. الكحول ليس جليسيرول، هو كحول أحادي الهيدروكسيل، أي أن فيه زمرة OH واحدة، وتكون هذه الكحولات هنا في الشموع وزنها الجزيئي مرتفع. هذا هو أبسط شيء يمكن أن الحديث فيه عن الشحميات البسيطة. إذا شحميات بسيطة هي استيرات حموض دهنية وكحولات، إذا كان الكحول هو الجليسيرول فنحن أمام ثلاثيات أسيل الجليسيرول التي تسمى الدهون أو دسم المعتدلة، وإذا كان كحول أحادي الهيدروكسيل وزنه جزيئي مرتفع فنحن أمام الشموع.
أما الشحميات المعقدة، انتبه حافظنا على هذا الجزء نفسه، استيرات الحموض الدهنية مع الكحولات، حافظنا على هذا الجزء، إنما أضفنا طالما معقدة يجب نضيف شيء وهو مجموعة وظيفية أخرى. الآن حسب هذه المجموعة الوظيفية، إذا كانت هذه المجموعة الوظيفية فوسفات فلدينا شحميات فوسفورية، وبالتالي تعريف الشحميات الفوسفورية هي استيرات حموض دهنية مع كحولات وأضفنا لها فوسفات، وهذا أبسطها. واحفظ هذا المركب لأنه هو أبو الشحميات الفوسفورية كلها، أو لنقل معظمها، منه نشتق معظم الشحميات الفوسفورية الأخرى، اسمه فوسفاتيديك أسيد، أو الاسم الآخر 1,2-diacylglycerol-phosphate، 1,2-ثنائي-acyl-glycerol-الفوسفات. الآن إذا كانت الكحول، إذا كان الجليسيرول فهو نسميها شحميات فوسفورية جليسيرولية، أما إذا كان الكحول سفينجوزين فهي اسمها شحميات فوسفورية سفينجوزينية أو سفينجوزية. ستجد في بنى هذه الشحميات الفوسفورية بالإضافة لهذا الشكل بالإضافة للفوسفات، سنجد نيتروجينس بيزس أو أساس أزوتي، إما الكولين أو الإيثانولامين أو السيرين كما سنجد بعد قليل. أيضا من الشحميات المعقدة أن تكون المجموعة الوظيفية الأخرى هي السكاكر ثمالات سكرية، فإذا نحن أمام شحميات سكرية، وعادة يكون الكحول هنا هو السفينجوزين، لذلك اسمها الآخر شحميات سفينجوزية سكرية. من الشحميات الأخرى أيضا المعقدة الكبريتية أو السلفاتيدات، هنا الجروب الثالث أو المجموعة الوظيفية الثالثة هي السلفات، غير الحموض الدهنية وغير الكحول. وهكذا ستجد أيضا أن الشحميات البروتينية فيها بروتين حموض أميني، البروتينات الشحمية هي هذا الشكل، هذه كلها اسمها شحميات معقدة أو مركبة، تعتمد بالأساس على استيراد حموض دهنية مع الكحولات مع وجود مجموعة وظيفية أخرى. الصنف الأخير هو طلائع الشحميات ومشتقاتها، من اسمها واضح أنها عبارة عن طلائع تخليق الشحميات، يعني من ماذا نخلق الشحميات. لو نظرت إلى المركب الذي رأيناه منذ قليل تراي أسايل جليسيرول على سبيل المثال، تراي أسايل جليسيرول أو هذا حمض الفوسفاتيديك أسيد، من ماذا نصنعه؟ من حمض دهني وحمض دهني وجليسيرول وفوسفات. لو قمنا بحلمهة هذا المركب سيعطيني حمض دهني وحمض دهني وجليسيرول وفوسفات أيضا. الصنف الذي نتحدث عنه هنا طلائع الشحميات ومشتقاتها هي هذه المركبات، الطلائع التي نخلق منها الشحميات ومشتقات حلمهة هذه الشحميات، لكن بشرط أن تبقى هذه الطلائع وهذه المشتقات غير ذوابة في الماء وذوابة في المذيبات غير القطبية. أيضا من طلائع الشحميات ومشتقاتها نضيف فرعا هنا صغيرا، وهي مركبات ليست من الطلائع ولا من المشتقات لكنها لا توجد في الطبيعة إلا مع الشحميات ومرتبطة فيها من حيث الخصائص والاستقلاب. لقد ذكرنا مثالا منذ قليل عن هذه الشحميات، عن هذه المركبات، مركبات ليست شحمية وإنما مرتبطة بالشحميات. حاول أن تفكر قليلا لتصل إلى هذه المركبات، وعددها 4 مركبات. الآن تعالوا ندرس هذه المركبات والعناصر واحدا تلو الآخر. بالتأكيد أول ما سندرسه هو الحموض الدهني، وهي موجودة في كل المركبات الشحمية بلا استثناء. ما هي هذه الحموض الدهنية؟ ما هو تعريفها؟ كما ترى هي حموض أحادية الكربوكسيل، يعني فيها COOH واحد، وبالتالي هي RCOH
الآر هو هيدروكربون كما تشاهد أمامك، سي اتش 3 سي اتش 2 ثم سي او اتش، هذا هو حمض البالميتك. عدد ذرات كربون لو عددتها ستجد أنها 16. هل أكتب هذا الحمض دائما بهذا الشكل؟ لا، هناك صيغة للاختصار، أضع سي اتش 3 على اليسار ثم سي اتش 2 داخل قوس 14 ثم سي او اتش، وهذا أكثر الحموض شيوعا. المثال الثاني الموجود هو حمض الأوليك. حمض الأوليك لو نظرنا لوجدنا أنه يتكون من 18 ذرة كربون، لكن يختلف عن البالميتك بوجود رابطة مضاعفة. كيف أختصر الرابطة المضاعفة؟ دائما كل الحموض الدهنية اختصارها على اليسار CH3 الميثيل وعلى اليمين COH وفي المنتصف. إذا لم يكن هناك رابطة مضاعفة نعد CH2 على ذرات الكربون ونضعها ضمن قوس. أما هنا فلا، نرى أين توجد الرابطة المضاعفة، نعد ما قبلها CH2، سنجد أن لدينا 7 CH2 نضعها بين قوسين، ثم نضع CH رابطة مضاعفة CH، نعد CH2 ثم نضع COH. هذه طرائق اختصار، وسنجد بعد قليل طرائق أكثر اختصارا لتسمية الحموض الدهنية المختلف. الآن الغالبية العظمى من الحموض الدهنية الموجودة في الطبيعة غير متفرعة، أي أن سلسلة الكربون هذه لا يمكن أن تعطيني من هنا كربونات أو سلسلة أخرى من هنا أو من هنا، كلها سلسلة خطية غير متفرعة. هذا واحد. الأمر الآخر من خصائص الحموض الدهنية هي أن معظمها أكثر من 99% الموجودة في الطبيعة تحتوي على عدد زوجي من ذرات الكربون 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 إلى آخره. لماذا يا ترى هاتين الخاصيتين؟ لماذا الحموض الدهنية لا تحتوي على تفرعات وعدد ذراتها الكربونية زوجيا؟ هناك عدة طرائق لتصنيف الحموض الدهنية، إما حسب عدد الروابط غير المشبعة أو المضاعفة double bond، نقسمها إلى حموض دهنية مشبعة أي لا توجد ولا رابطة مضاعفة، وحموض دهنية غير مشبعة. الحموض الدهنية غير المشبعة نقسمها إلى عدة أقسام. إذا كانت فيها رابطة وحيدة غير مضاعفة فهي أحادية لا تشبع مونو أنساتشوريتد، إذا كانت أكثر من ذلك فهي بولي أنساتشوريتد بوفا بولي أنسات. لا تنسى هذا الاختصار وهذا الاسم، مهم جدا في الصحة، مهم جدا في الاستقلاب، مهم جدا، ستجده في كثير من الأماكن وفي كثير من الأدوية التي تعطى كمتممات غذائية لأشخاص معينين في بحالات صحية معينة. الحموض الدهنية عديدة لا تشبع، إما ثنائية فيها رابطين أو ثلاثية فيها ثلاث روابط، وهكذا تستطيع التصنيف حسب عدد الروابط غير المشبعة أو المضاعفة. هذا الكلام وطول السلاسل ووجود الروابط ومكان وجودها سيؤدي إلى ضرورة لوجود شكل موحد ومختصر للتسمية، سنجده بعد قليل أو سندرسه بعد قليل. أيضا يمكن أن نصنف الحموض الدهنية حسب الروابط المشبعة إلى حموض دهنية أخرى حلقية وهيدروكسيلية، ويهمنا أكثر هو الإيكوسانوئيدات، وهي مركبات مهمة جدا بيولوجيا ودوائيا ومشتقة من حموض دهنية، وستدرس لاحقا أيضا في أماكن أخرى من الكتاب. الطريقة الأخرى لتصنيف الحموض الدهنية حسب طول سلسلتها الكربونية.
قصيرة السلسلة يعني 2 إلى 6 ذرات كربون، متوسطة 8 إلى 12، طويلة 14 إلى 20 و22 إلى 24 سلاسل طويلة جدا very long chain. حقيقة هذا التصنيف مهم في عدة أشياء، مهم في الاستقلاب والأكسدة لأن الإنزيمات التي تعمل على قصيرة السلسلة لا تعمل على الطويلة جدا ولا على طويلة السلسلة. إذا إنزيمات متخصصة ونوعية لكل من هذه الأنواع. أيضا سنتجد أن متوسط السلسلة وقصيرة السلسلة موجودة بتوزع معين في الأغذية وضمن الجسم ولها وظائف نوعية خاصة. أيضا طويلة السلسلة وطويلة السلسلة جدا ستجد أنها موجودة في أماكن خاصة وخاصة في النسيج العصبي لأنها تساهم أكثر في العزل أيضا طالما أنها أكثر طولا. وهكذا ستجد أن أيضا قصيرة السلسلة ستكون ذوابة في الماء والمتوسطة إلى حد ما، أما الطويلة وذات السلاسل الطويلة وبعض متوسطة السلسلة فهي غير ذوابة في الماء، وهذا مهم في عملية الهضم والامتصاص على الأقل داخل الجسم الكائن الحي. هذه بعض الأمثلة على الحموض الدهنية المشبعة، وستجد أن أولها وحمض النمل فورميك أسيد عدد ذرات الكربون 1، أما الأكثر وجودا فهو أسيتيك أسيد الأكثر تعاملا الأكثر تواردا في الاستقلاب هو الأسيتيك أسيد، وهو مكون من ذرتين كربون كما تشاهد، بروبيونيك بيوتيريك إلى آخره ذرات الكربون كلها. الرقم صفر هنا يعني أنه لا توجد رابطة مضاعفة أي أن الحمض الدهني مشبع. البالميتيك والستياريك و الأراكيديك والليجنوسيريك هي الأكثر شيوعا في التراي أسايل جلسيرول وفي الدهون المخزنة وفي الشحميات البنيوية الموجودة في الأغشية الخلوية وإلى آخره. أما المركبات متوسطة وقصيرة السلسلة فأكثر وجود لها هو في الحليب، وهذا مهم جدا في تغذية الطفل في تغذية الرضيع، وستجد لاحقا في عملية الهضم والامتصاص أن هذا الأمر مهم جدا وأن كثرة هذه الحموض في الحليب مهمة جدا لتغذية الطفل. من الأمثلة الأخرى المهمة إنما عن الحموض الدهنية غير المشبعة هي الحموض التي أمامك. من النظرة الأولى هو أمر معقد، ولكن تعالوا كعادتنا نفصل الأشياء بشكل أكثر بساطة. لننظر إلى اليمين هذه الأرقام 16-1 18-1 24-1 18-2 3. الرقم الأيسر هو عدد ذرات الكربون. تعالوا نأخذ هذا المثال 18، هذا الحمض 1 وثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مكرر مرتين 8 9 10 وسبعة 17 و 18. الرقم 2 هو عدد الروابط المضاعفة، هذه رابطة ومكررة مرتين. نأخذ مركب 20-4 أراكيدونيك أسيد، عدد ذرات الكربون 1 و 3 4 وهذا 3 مكرر 4 مرات 12 12 و 4 16 و 3 19 و 1 20. عدد الروابط المضاعفة 4 1 مكرر 4 مرات ف4 روابط مضاعفة أو غير مشبعة. هذا فيما يتعلق. هذا الاسم هو الأسماء الشائعة بالميتوليك أوليك نيرفونيك لينوليك ألفا لينوليك جما لينوليك أراكيدونيك تيمنودونيك سيرفونيك أسيد. سندرس أو نذكر بعض النقاط المهمة عمليا بالتصنيف. أول ثلاثة هما من المونو
إيثينويد أو المونو أنساتشوريتد أو أحادي اللاتشبع، والباقي هو عديد اللاتشبع كما ذكرنا منذ قليل. النقطة الثانية أن هذين الحمضين الدهنيين هما ضروريان تغذويا، أي أن الجسم لا يستطيع تخليقهما. لينوليك أسيد 18-2 و ألفا لينولينيك أسيد 18-3. النقطة الأخرى هي أن الأراكيدونيك والتيمنودونيك هما مصدر مركبات الإيكوسانويدز التي تحدثنا عنها منذ قليل، وقلنا أنها مركبات مهمة بيولوجيا وفيزيولوجيا ودوائيا ولها تطبيقات كثيرة في عالم الطب والصيدلة. الأراكيدونيك والتيمنودونيك موجودان في الأغشية الخلوية، وبإنزيم الفوسفولايبيز A2 كما سنرى بعد قليل ينفصلان عن الغشاء الخلوي، ثم تقوم بعض الإنزيمات والتي تسمى سايكلو أكسيجينيزز تقوم بتحويل هذه الحموض الدهنية إلى مركبات الإيكوسانوئيدات، ومنها البروستاجلاندينات واللوكوترينات واللايبوكسينات إلى آخره من هذه المركبات التي ستدرسها لاحقا. النقطة الأخرى المهمة أن التيمنودونيك أسيد 20-5 موجود أكثر في الأغذية البحرية، في الأسماك، في زيوت السمك إلى آخره. وحقيقة أن أهل هذه المناطق، أحواض البحار وأهل الأسكيمو، بالإحصاء نجد أن إصاباتهم القلبية الوعائية أقل بكثير من غيرهم. أحد هذه الأسباب هو وجود التيمنودونيك أسيد. أولا هو بولي أنساتشوريتد فاتي أسيد، وبالتالي يساعد على استقلاب وتصفية الكوليسترول سريعا. ثانيا أنه يعطي أنواع من البروستاسايكلينات أكثر حماية من الخثرات والتضيق الوعائي بالمقارنة مع الإيكوسانوئيدات التي يعطيها حمض الأراكيدونيك. النقطة الأخرى المهمة هي في التسميات والأرقام والاختصارات، يجب أن نصل إلى اختصارات بسيطة وسهلة. ترقيم أي مركب عضوي عادة معروف أنه دائما يبدأ من الزمرة الوظيفية الأقوى، وفي هذه الحالة زمرتنا الوظيفية الأقوى هي الـ COOH. الآن لدينا فيما يتعلق بالحموض الدهنية عدة طرائق للترقيم. الطريق الأول كما ذكرنا أن نرقم بدءا من الـ COOH، 1-2-3-4 هكذا إلى الآخر. هنا سنجد أن الرابطة المضاعفة قد بدأت عند الكربون 9، فهي بين الكربون 9 و10 إذا رقمنا من هنا. الترقيم الآخر، مجموعة من الباحثين قالوا لماذا لا نرقم من هنا من الميثيل؟ طيب كيف سنميز الواحد عن الواحد هنا؟ قالوا إذا رقمنا من الميثيل فنعطي الرمز أوميجا. أوميجا أوميجا 1-2-3-4 وهكذا. هنا سنجد أن الرابطة المضاعفة بين 7 و8. جماعة الكيمياء الحيوية والاستقلاب قالوا نحن لا يعنينا على الإطلاق إذا كان نرقم من هنا ولا من هنا فيما يتعلق بعدد ذرات الكربون والروابط، نحن يعنينا الأكسدة الاستقلاب، فلذلك سنسمي الأمور، سنرقم هذه الحموض أن الـ COH سنعطيها الرقم 1، الكربون التالي سنعطيه ألفا، الكربون الثالث سنعطيه بيتا، جاما، دلتا، إبسلون وهكذا. وحقيقة لن نستخدم هذه الترقيمات إلا عندما نتحدث لاحقا خلال الاستقلاب عن الأكسدة ألفا، يعني أنها تتم على الكربون رقم 2، الأكسدة بيتا يعني أنها تتم على الكربون رقم 3، الأكسدة أوميجا يعني أنها تتم على مجموعة الميثيل.
أما فيما يتعلق بالترقيمين الآخرين، واحد اثنين بدءا من الكربوكسيل وأوميجا 2 3 4 بدءا من الميثيل، فهي مهمة في اختصارات الحموض الدهنية. الآن لنقل أن لدينا حمضا دهنيا عطونا الاختصار تبعه هو 20-4-5-8-11-14. ماذا يعني هذا الاختصار؟ كيف أقرأ هذا الاختصار؟ سأقرأه على الشكل التالي: لدينا حمض دهني عدد ذراته الكربونية 20، عدد روابطه المضاعفة 4. أين توجد هذه الروابط المضاعفة؟ في الموضع 5، بالموضع 8، بالموضع 11، والموضع 14. طيب على أي ترقيم سنحسب؟ سنحسب على الترقيم إذا لم يذكر أوميجا، فإذا أي ترقيم سنحسب؟ بدءا من الكربوكسيل. تعالوا نبحث في هذه الحموض أي منها يمكن أن أختصره بهذا الشكل. طبعا بالتأكيد سأبحث مباشرة عن حمض دهني لديه 20 ذرة كربون. ماذا لدينا هنا؟ سنجد أن هذين الحمضين عدد ذراتهما الكربونية 20. أوكي، أنا أريد الحمض الدهني الذي فيه 4 روابط، هون 5 وهون 4، إذن هذا هو الأراكيدونيك أسيد. تعالوا نطبق الأمر هنا لنعد معا: 1 و 3 4 5 رابطة مضاعفة، هذا هو الرقم 5 أول شيء. 6 7 نعود إلى هنا، 8 رابطة مضاعفة، 9 10 11 رابطة مضاعفة، 12 13 14 رابطة مضاعفة، 15 16 و 3 19 و 21. هكذا نفهم هذا الأمر. تعالوا نأخذ مثالا آخر: 20 دلتا 5 8 11 14، يعني لم يذكر لنا الرقم 4، إنما ذكر مباشرة مواضع هذه الروابط وذكر قبلها دلتا. أيضا عندما نجد دلتا نبدأ الترقيم من الكربوكسيل. إذن أصبحت لدينا الآن قاعدة: إذا لم نذكر شيئا، لم نذكر أوميجا أو ذكرنا دلتا، فالترقيم هو بدءا من الكربوكسيل. سنجد أن هذا الحمض 20 ذرة كربون، 4 روابط هيدروجينية، 5 8 11 14، وبالتالي هو ذاته الأراكيدونيك أسيد. الرمز الآخر 20 4 أوميجا 6، اختلف الأمر هون. لدينا 20 ذرة كربون، 4 روابط، إنما بالأوميجا 6. أي من هذه المركبات أوميجا 6؟ ما المقصود بكلمة أوميجا 6؟ أوميجا 6 هنا تعني أن أول رابطة مضاعفة موجودة في الكربون السادس، لكن الترقيم يبدأ من الميتيل وليس من الكربوكسيل. تعالوا نجد هذا المركب: 1 و 5 6 7، إذن أول رابطة مضاعفة في الموقع 7، إذن ليست أوميجا 6. هنا 1 و 7 8، إذن ليست 1 و 7 8، لا 1 و 3 4 5 6، هذا أوميجا 6، لكن نحن نبحث عن حمض 20 كربون، هذا ليس 20، هذا 18. 1 2 3، إذن هذا أوميجا 3 وليس أوميجا 6. 1 و 3 4 5 6، هذا أوميجا 6، لكن كم ذرات كربون؟ 18، إذن ليس هو المطلوب. 1 4 5 6، إذن هو أوميجا 6، عدد ذرات الكربون 20، إذن هذا هو حمض الدهني المطلوب. وهكذا نستطيع أن نجد أي حمض هو أوميجا 6، وإذا لم نذكر أوميجا وذكرنا إن صغير small letter فأيضا نفس المعنى. إذا لم نذكر شيئا أو ذكرنا دلتا فالترقيم يبدأ من الكربوكسيل، إذا ذكرنا أوميجا أو إن فالترقيم يبدأ من مجموعة الميثيل. وحقيقة لدينا في
الحياة أهم ثلاث مجموعات من الحموض الدهنية هي الأوميجا 3 أوميجا 3 والأوميجا 6 والأوميجا 9 أو الN 3 والN 6 والN 9، وهذه الاختصارات ستجدونها مكتوبة على كثير من المواد التي تؤخذ على شكل مضافات غذائية. من الأسمية تسميات الأخرى أن نستخدم الإيكوسا، الإيكوسا وهي تعني 20، إيكوسا تترا يعني 4، إين يعني رابطة مضاعفة، إيكوسا تترا إينويك أسيد وهو نفسه الأراكيدونيك، إيكوسا 20 كربون، تترا 4، إين رابطة مضاعفة أسيد، وسنجد أن التيمنودونيك اسمه إيكوسا بنتا إينويك أسيد واختصاره إي بي اي، وأيضا ستجدونه على كثير من الأدوية أو المواد التي تباع على شكل مضافات غذائية وفي المعلبات أيضا. الآن الرابطة المضاعفة التي تحدثنا عنها توجد في حالة تسوق فراغي، إما على شكل ترانس أو على شكل سيس، ترانس يعني مفروق أو سيس يعني مقرون. تأخذ هذه الرابط، كيف تفهم هذا المفهوم؟ تأخذ الرابطة المضاعفة وتضعها بهذا الشكل على أنها في مستوي واحد. أي رابطة مضاعفة سيكون على طرفيها سلسلتي هيدروكربون، واحدة تنتهي بالCOOH وواحدة تنتهي بالميثيل. الآن إذا وجدت السلسلتين في نفس الجهة من مستوي الرابطة المضاعفة فهذا هو الشكل المقرون، أي أن السلسلتين والهيدروجينين في جهتين مختلفتين. أما إذا كانت سلسلة موجودة في جهة من مستوي الرابطة المضاعفة والسلسلة الأخرى موجودة في جهة أخرى، ففي هذه الحالة نسميها مفروق. وحقيقة معظم الروابط المضاعفة الموجودة في الحموض الدهنية الموجودة في أجسامنا الحية هي من الشكل سيس، أي المقرون، وسنجد بعد قليل أن هذا الشكل لا يتوافق مع الحياة إلى حد كبير، يعني لا يمكن أن نجد غشاء خلوي يحتوي على هذه الحموض الدهنية المفروقة لأنها ستصبح متراصة فيما بينها وبالتالي لن تسمح بوجود أي فراغات فيما بينها، وبالتالي سيصبح الغشاء الخلوي صلبا وغير ديناميكي وغير قابل لتمرير المركبات والعناصر الأخرى والنقل بين الخلية وداخل الخلية وخارجها. أيضا النقطة المهمة كما ترى الآن، أي حمض دهني فهو عبارة عن سلسلة هيدروكربونية تنتهي بالميثيل وتنتهي بالCOH. هنا يجب أن نفهم مفهوم متقالب الزمر وهو مهم جدا. يجب عليك عندما تدرس الشحميات فورا أن تسأل نفسك السؤال التالي وتصنف هذا المركب الشحمي، هل هذا المركب الشحمي قطبي بمعنى أنه يذوب في الماء وبالتالي أستطيع حذفه من الشحميات البسيطة والمعقدة، أو هل هو غير قطبي على الإطلاق وبالتالي هو غير ذواب في الماء ولا يوجد أي شحنة فيه، أو هو جزء منه يحتوي على الشحنة وجزء آخر طويل لا يحتوي على أي شحنة، جزء قطبي صغير وجزء غير قطبي كبير. إذا كان المركب مركب الشحمي يحتوي على جزء قطبي وجزء
غير قطبي نسميه مركب متقابل، عفوا مركب متقالب الزمر amphipathic. وهذه المركبات مهمة جدا في الحياة amphipathic، لأنها هي التي تؤمن طريقة التواصل التآثر بين الماء والمركبات الشحمية غير الذوابة في الماء. هذا مهم جدا. وكيف نمثل هذه المركبات؟ إذا كان حمضا دهنيا كما نرى فإننا نمثله بذيل سلسلة الهيدروكربون، أما CO2 قطبي فنمثله على شكل رأس. إذن رأس وذيل. أي مركب موجود بهذا الشكل يعني يحتوي على جزء قطبي وجزء غير قطبي. وأكرر ثانية، هذه المركبات مهمة جدا في كثير من عملياتنا الحياتية داخل الجسم، مهمة في التآثر ما بين الماء وهذه المركبات وخارج الجسم. عملية التنظيف التي تستخدمونها يوميا المواد المنظفة هي amphipathic، وهي لأنها amphipathic تستطيع التنظيف، وسنتحدث عنها بعد قليل عن هذه العملية بالذات، عملية التنظيف والمطهرات والماء. الآن الخصائص الفيزيائية للحموض الدهنية، بعد كل هذا الكلام نستطيع المرور سريعا على هذه المعلومات. الذوبانية كما قلنا، الفاتي أسيد هي ذوابة في أن نستطيع أن نقول الماء، تأكيد لا، ذوابة في المذيبات غير القطبية، في مذيبات الدهون وخاصة طويلة السلسلة والفيري لونج تشين فاتي أسيدز. أما الووتر سوليوبيليتي، الذوبانية في الماء، فإنها تعتمد على طول السلسلة، فكلما صغرت السلسلة كلما زاد احتمال ذوبانيتها في الماء، وكلما زادت عدد الروابط المضاعفة كلما زاد احتمال ذوبانيتها في الماء. الميلتينج بوينت أو نقطة الانصهار، يعني بالتعريف نقطة الانصهار هي درجة الحرارة التي يمكن أن يوجد فيها المركب بالشكل السائل. كلكم تعرفون الزيت والسمنة والزبدة، الزيت في أي درجة حرارة يكون عبارة عن سائل، درجة حرارة خارجية، أنا لا أقول عن المجمدات. أما السمنة فستجد أنها مختلفة، هناك بعض أنواع السمن ستجد أنها قاسية جدا وصلبة جدا. لماذا هي قاسية وصلبة؟ لأنها تحتوي على حموض دهنية مشبعة. ترتفع هذه النقطة، نقطة الذوبان، وتنخفض حسب طول السلسلة وعدد الروابط المشبعة. وبالتالي كلما نقص طول السلسلة ستنقص درجة حرارة نقطة الانصهار، ولذلك ستجد أن حمض الخل والأوليك، لأنه في دبل بوند، هو موجود على شكل ليكويد، أما البالميتك هو طويل السلسلة، والستياريك أسيد طويل السلسلة ولا يحتوي على دبل بوند، فلذلك ستجده بالشكل الصلب في الوضع الطبيعي. الحموض الدهنية لا لون لها، الحموض الدهنية قصيرة السلسلة تكون رائحتها واخزة، وكلكم تعرفون ذلك من حمض الخل، وتكون طعمها حامض لاذع. أما الحموض الدهنية كلها فلا لون لها، ولا طويلة السلسلة طبعا فلا لون لها ولا رائحة ولا طعم على الإطلاق. الخصائص الكيميائية للحموض الدهنية، في عندي مجموعات من هذه الخصائص من التفاعلات، أستطيع تصنيفها حسب المجموعة الوظيفية.
إذا كنت سأقول ما هي التفاعلات التي تقوم بها الحموضة الدهنية بسبب وجود الـ COOH، فأي حمض يستطيع أن يشكل ملح كما تعرفون. يتفاعل الحمض مع القلوي ليعطينا الملح والماء، هذا تفاعل تعرفونه جميعكم. لكن هنا النقطة أن هذا الملح الناتج هو الصابون الذي تستخدمه في عمليات التنظيف ببساطة. إذن الصابون هو عبارة عن ملح من حمض دهني طويل السلسلة مع الصوديوم أو البوتاسيوم أو النحاس أو أي معدن آخر. والألوان التي تشاهدونها للصابون ما هي إلا اختلاف بهذا المعدن، صوديوم أو نحاس أو بوتاسيوم أو إلى آخره. التفاعل الآخر الذي تقدمه لنا مجموعة الكربوكسيل هو تفاعل الأسترة. قلنا منذ البداية أن معظم الشحميات هي استرات للحموض الدهنية COH مع الكحولات، وبالتالي أين أجد هذه العملية، عملية الأسترة والروابط الأسترية؟ سنجدها في الدهون، سنجدها في الشموع، سنجدها في الشحميات الفوسفورية، في الكوليستيرول إستر، في استيرات الفيتامينات اللي هي الأشكال التخزينية لهذه المركبات. الأمر الآخر أنني أستطيع أرجع الحمض الدهني إلى ما يسمى الفاتي الكحول، وليس له التطبيق الكبير داخل أجسامنا على الإطلاق. النوع الآخر من التفاعلات هو بسبب وجود دبل بوند، رابطة مضاعفة. طالما أن لدينا رابطة مضاعفة فهذا يعني أنني أستطيع القيام بتفاعلات الإضافة، addition reaction، addition reaction. ماذا أستطيع أن أضيف؟ أضيف الهيدروجين. إذا كان لدي رابطة مضاعفة وأضفت لها الهيدروجين سيتحول الان ساتوريتد إلى ساتوريتد، يعني ستختفي الدبل بوند. ما فائدة ذلك؟ سنؤجل هذا الجواب إلى فكرة لاحقة. أستطيع أن أضيف اليود. كل رابطة مضاعفة تستطيع أن تضيف ذرتي يود إلى الحمض الدهني، وبالتالي تعطيني المشتقات اليودية. أيضا ماذا أستفيد من هذا الكلام؟ لو لدي 20 حمض دهني كيف أستطيع أن أعرف عدد الروابط المضاعفة اللي موجودة فيه؟ لو لدي أريد أن أشتري حموض دهنية مفيدة صحيا، هل يفيدني هذا الكلام إضافة اليود لأستطيع أن أختار أي نوع من أنواع الحموض الدهنية أشتري وأتناول؟ الأمر الآخر إضافة الأكسجين، أيضا بسبب وجود الدبل بوند أستطيع إضافة الأكسجين فيؤدي إلى تشكيل البيروكسيد. ونقطة مهمة جدا هنا سنرى تطبيقها لاحقا، أن البيروكسيد هي مادة غير مستقرة في الهواء، وبالتالي تتفكك مباشرة إلى الدهيدات قصيرة السلسلة، إلى كحولات قصيرة السلسلة، إلى كيتونات أسيدز. قلنا منذ قليل أن الحمض الدهني لا لون ولا طعم ولا رائحة له، الحمض الدهني الطويل، فإذا تفاعل مع الأكسجين كيف سيصبح اللون والرائحة والطعم؟ على الأقل الرائحة، الألدهيدات القصيرة والكحولات لها روائح، والحموض القصيرة لها روائح، والكيتونات لها روائح، وهكذا أستطيع أن أكشف وجود الحموض الدهنية مضاعفة، عفوا غير المشبعة، لتحوي روابط مضاعفة عن طريق تفاعل مع الأكسجين. وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من هذه المحاضرة، وسنكمل في الجزء الثاني باقي الشحميات. دمتم بخير وإلى لقاء قريب.